السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع سيرة أم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، نقتبس من حياتها ومن نسمات حياتها العطرة، وكيف أنها رضي الله عنها من المهاجرات الأول، وكيف كان دخولها للبيت النبوي. كما قلنا في المرة الماضية أن السيدة خولة بنت حكيم رضي الله عنها فاتحت النبي عليه الصلاة والسلام في الزواج من امرأة أخرى بعد خديجة، امرأة تصون البيت وتحافظ على الأولاد وترعى شؤونه عليه الصلاة والسلام. فوقع الاختيار ساعتئذ على عائشة رضي الله عنها، وكانت السيدة خولة كانت قد فاتحت أمها أم خديجة السيدة أم رومان زوجة أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك تكلمت مع السيدة سودة بنت زمعة بعدما تأيمت عن زوجها السكران ابن عمرو. وقع الاختيار على سودة رضي الله عنها، وكانت السيدة سودة رضي الله عنها تعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوجها لمأرب فيها، بل تزوجها لهذا الكسر الذي قد جرى لها، ولأنها رضي الله عنها قد لاقت في الله أشد المعاناة، فهي من المهاجرات الأول الذين هاجروا إلى أرض الحبشة، هاجرت هي وزوجها السكران ابن عمرو. السكران فور وصوله إلى مكة لم يلبث إلا هنية حتى مات، وتأيمت عنه هذه الزوجة المصون السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها، لأنها قد ذبلت وذهب عنها كل المرغبات التي قد يرغب الرجل فيها المرأة. فكما قلت، هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تزوجها إلا ليمسح عنها ما قاست من أهوال في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكنها نعمت وسعدت سعادة غامرة لأنها قد حازت هذا الشرف العظيم أن تكون زوجا للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تلحق بركب أم المؤمنين، وأن تكون نعم الخلف للسيدة خديجة رضي الله عنها، ولكي تصون هذا البيت وتحافظ على أولاد خديجة رضي الله عنها. ففي بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عاشت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها ما تبقى من حياتها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصغي إلى حديثها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلى حديثها ويستمع إليها، غير أنه صلى الله عليه وسلم كان في قلبه شدة لحسرته ولحزنه الشديد عليه الصلاة والسلام على السيدة خديجة رضي الله عنها، والذي لم يتبدل حبه لها حتى بعد موتها رضي الله عنها، فقد تركت فراغا شديدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كانت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها تجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقص عليه
ما كان منها في أرض الحبشة، وما كان كذلك من عثمان رضي الله عنه، ومن زوج ومن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة رقية، كانت تقص على النبي عليه السلام ما كان بينهما في أرض الحبشة، يعني كان بيعملوا إيه وبيروحوا فين وبيعملوا إيه إلى آخر ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها ويصغي إلى حديثها ويسمع ذلك بكل حب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأصبحت السيدة سودة رضي الله عنها أما للمؤمنين بعدما حازت هذا الشرف العظيم. كان بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان ورقية قد رجع مرة أخرى إلى أرض مكة. رقية بنت النبي عليه السلام كانت طبعا متزوجة بعثمان بن عفان رضي الله عنه. النبي عليه السلام عرف أن عثمان رجع ورقية رجعت. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في استقبالهما وفي مزاورتهما. وكانت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها ممن احتفى بقدوم وبحلول عثمان رضي الله عنه، وكذلك برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبدأوا يتجاذبون أطراف الكلام فيما كان في أرض الحبشة من هذه المواقف وهذه الأمور التي كانت هناك. مكثت كذلك السيدة سودة رضي الله عنها في مكة إلى أن أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة إلى أرض المدينة. كانت في مكة إلى أن أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة وأبو رافع أن أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا أو بعيرين وخمسمائة درهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خرج أمر زيد بن ثابت وأبو رافع أن يأتوا بفاطمة وبأم كلثوم وبسودة بنت زمعة وبأم أيمن. دول النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت زيد بن حارثة وأبو رافع أن يأتوا بهما إلى أرض المدينة، وهذا كما قلت لهجرتهم رضي الله عنهم. فكانت السيدة سودة رضي الله عنها ممن هاجرت الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت كذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حلوا ونزلوا في المدينة نزلوا على في بيت حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. طبعا حارثة ابن النعمان هذا رجل من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوتا يقرأ القرآن، فقلت: صوت من هذا؟ فقيل: إنه صوت حارثة ابن النعمان. النبي كان نائما عليه الصلاة والسلام فسمع صوت في الجنة، صوت قارئ يقرأ القرآن، فسأل الملائكة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل: صوت من هذا؟ فأجابت الملائكة: صوت حارثة ابن النعمان. وكان حارثة من أبر الناس بأمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. البر يا إخواننا يكون سببا لدخول الإنسان الجنة. وكان حارثة بن النعمان من أشد الناس برا بأمي. كان حارثة بن النعمان رضي الله عنه كان يجلس إلى أمي، وكان لا يستفهمها كلاما قط، وكان يقول: ما تأملت أمي منذ أن أسلمت. لم يستفهمها، يعني ما قالش بتقولي إيه أو ما سمعتش أو نحو ذلك. كان حارثة رضي الله عنه من أشد الناس برا بأمي، كان أشد الناس برا بأمه رضي الله عنه. لذلك كما قلت بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، بل سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوت حارثة في الجنة. كذلك لما قتل شهيدا جاءت أمه تبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت سألت النبي: يا رسول الله، حارثة في الجنة؟ فقال: إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن حارثة قد حاز
الفردوس الأعلى. فنزلت أم كلثوم ورقية وفاطمة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهم جميعا وأم أيمن، نزلوا في بيت حارثة ابن النعمان رضي الله عنه وأرضاه. فمكثت أم سودة رضي الله عنها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجه وترشد وتعلم الناس وتؤدي دورها على أكمل ما يكون من التقويم لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخدم بناته الطاهرات العفيفات رضي الله عنهن، وتدخل كذلك السرور والبهجة والفرح والمرح على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد 3 سنوات تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان بين سودة وبين عائشة شيء من اللطف وشيء من الود وشيء من الحب وشيء من الإدام الدائم. فكانت عائشة رضي الله عنها تحب سودة، وكانت السيدة سودة رضي الله عنها تحب عائشة حبا شديدا، حتى لدرجة أنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. لما أذهب الله عز وجل الرجس عن هذا البيت وطهره تطهيرا، عاشت السيدة سودة رضي الله عنها في هذا البيت، بيت النبي عليه السلام، عيشة هانئة هادئة. روى أبو داود في سننه من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكنه عندنا من مكثه عندنا. كان صلى الله عليه وسلم يمكث عند أزواجه، كل واحدة لها ليلة، وكان قل يوم إلا وهو يطوف على نسائه عليه الصلاة والسلام، بيطوف ويزور نسائه، لكن لا يأكل عند إحداهن، وكان لا يمس إحداهن إلا التي سيبيت عندها. هذا من قسمه عليه الصلاة والسلام ومن عدله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما ثقلت السيدة سودة رضي الله عنها وخشيت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلقها، وهبت يومها لعائشة. فقالت حين أسنت، قالت لعائشة أو والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيفارقها، قالت: يا رسول الله، يومي لعائشة، يومي لعائشة. فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك منها، وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، إلى آخر الآية. كذلك كانت، روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبينها، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم بيني وبينها. وهذا الحديث يعني قال الحافظ الهيثمي أن رجاله حديث حسن، يعني قال هو حديث حسن. فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تجلس مع سيدة سودة رضي الله عنها، فجرى بينهما كلام، فضحك النبي، فرفع رسول الله رجله من حجرها لتستدفئ مني، قال: ولطخ وجهي. السيدة سودة لطخت وجه عائشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلطخ وجهها، إلى آخره. فكان بينهما ود ولطف في حياتهما، وهكذا عاشت السيدة عائشة والسيدة سودة رضي الله عنها عيشة طيبة هانئة هادئة، وكان بينهما لطف وود وحب وآم وإدام فيما كان بينهما من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرحم أمهات المؤمنين، وأن يلحقنا وإياكم بهم على خير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.